إذا مساء الخير من نيويورك، وشكرا على الاستضافة. وفعلا خطاب رئيس الوزراء كاظمي كان خطاب قوي جدا، وأنا كنت منذ دقائق أنا كنت أسمع الخطاب، وهناك بعض النقاط مهمة في خطابه، وممكن أبرز منها هو قال إن، وأنا سمعت بشكل واضح نقطة مهمة، هو قال إن دولة العراق لديها الإمكانية لتكون مصدر الاستقرار بدلا من مصدر الفوضى او مصدر التوتر في المنطقه. وفعلا هذه النقطه نقطه مهمه جدا، لان كما راينا في هذه السنوات الاخيره من بعض الاجتماعات بين بعض الدول في المنطقه في بغداد، والجهود التي بذلوها رئيس الوزراء قازمي والمسؤولين العراقيين الاخرين، نعم بالفعل دوله العراق لديها الامكانيه لتكون فعلا مصدر الاستقرار ومصدر الأمن في المنطقة بدلا من مصدر الفوضى أو العنف أو عدم الاستقرار الذي رأيناها في السنوات الماضية عندما كان مثلا داعش يسيطر على بعض الأراضي العراقية. إذا فعلا كان خطاب قوي جدا، وسمعنا أيضا التركيز على التحديات العالمية، تحديات بما في ذلك من تغير المناخ وكوفيد 19 والتحديات الأخرى، وفعلا وأمن الغذائي، وفعلا هي تحديات مشتركة بين العراق ودول أخرى في المنطقة والولايات المتحدة. إذن لدينا مسألة مشتركة ولدينا أمامنا تحديات مشتركة.